يومي بلعت بيضايق البلاوي ال على صوت Structure of gastric aortic obstruction.
مكتوب عندك في الاخر خالص في التجمعات، اما حاجات في الوول وحاجات اوتسايد وحاجات انسايد، وحاجات في الوول بقى كونجينيتال وماتيك انفيرمنت نيوبلاست. نعم، يعني سيادتك المفروض تجاوب ايه؟ السؤال كان جاي ديسكاس للاسف وليس ديفرنشال دايجنوزس. خلاص، يعني سيادتك المفروض تمسك الشيبس تشرحها، تمسك السيكاتايز دي وتشرحها، الكانسر الصوره وتشرحها. ثلاث مواضيع دول، يعني هتشرح لي مين؟ الشطر كله. بس طبعا السؤال ده ما جاش الا مره واحده ولن يتكرر. مثال، بص اهو، انا قلت الكلام ده ليه؟ عشان لو نفترض لان حصلت لخبطه اياميها والدكتور جاب السؤال ديسكاس مايلوريد اوبستراكشن، بس للاسف كان في دماغه اللي حط الامتحان، بس مش اللي بيصحح، اللي حط الامتحان كان في دماغه ايه؟ الاستينوزس، بس هو خانته اللفظ. للاسف كل اللي صحح صح على اساس ان هو ايه؟ مايلوريد اوبستراكشن. خلاص، والطلبه 99% من الطلبه كتبوا الاستينوزس فقط، وللاسف 99% من الطلبه نقصوا. فتبقى فاهم، لو لا قدر الله دكتور خانته الكلمه وكتب قال ديسكاس مايلوريد اوبستراكشن، تبقى انت هتشرح الاول مايلوريد استينوزس، هتشرح الاول عشان تخلص منه، وبعد كده كلمتين على الشيبس وكلمتين على الكانسر الصمم لو في وقت شاطر خمس دقائق، يعني مش شاطر لان السؤال كان جاي ديسكاس، يعني المفروض اكتب تريتمنت. خلاص، بس تبقى فاهم كلمه بايلوت اوبستراكشن حاجه وبايلوت ستوس حاجه ثانيه خالص، ده حاجه وده حاجه. خلاص، كل دي اسئله في مين؟ في الكوميونيكيشن او في الكلاس. يعني معناها الكوميونيكيشن ديت، يعني لو جيت بصيت عليها كده في الامتحانات تلاقيها ايه؟ في اسهال في الاسئله بتاعت الكوميونيكيشن. طيب، تعالى اول سؤال كده، مانجمنت اوف بليدنج ليبتك ألسر. لو جالك سؤال زي ده هتجاوبه ازاي؟ قلت لك له اجابه معينه، مانجمنت اوف بليدنج بيبتيك ألسر. وعلى فكره عشان بس ما تتخطش كلمه مانجمنت اوف كومبليكيتد بيبتيك ألسر، السؤال ده برضه لن يتكرر، فقد معك عنه. يعني ان هو يجيب لك الكومبليكيشن كلها على بعضها؟ لا، ده كان بيجي زمان وما عادش بيتكرر. ليه ما عادش بيتكرر؟ ما تنساش الكانسر الصمت. انت كلك بتكتب الايه؟ بليدنج وكوفريشن وستينوزس، تحط لي كانسر يا حبيبي، مش ده مضاد الكومبليكيشن؟ يعني معناها انك هتشرح بلاوي ومسيحه، صح؟ كان زمان السؤال ده بيجي ايام التسعينات، خلاص هو دلوقتي ما عادش، وما دلوقتي عارف يفرضها لي، يجيب لي بليدنج سؤال لوحدها، كوفريشن لوحده، مايلوك ستينوز لوحده، خلاص؟ يبقى كلمه اول سؤال انا بتقول لك ده مانجمنت اوف كومبليكيتد كنت بتاثر كله على بعضه، انسى السؤال ده عشان بس ما تخضش وتقول ده هيجي لي في الامتحان. لا، مش هيجي لك، خلاص؟ امال اللي هيجي لك ايه؟ سؤال زي ده مانجمنت اوف بريك، مانجمنت اوف بورتريت بيبتيك ألسر، او بدل ما يقول لك مانجمنت يقول لك دياجنوز اند تريتمنت، ما هي هي. انا اسئله بتجي لك كده او كده خلاص احنا ايه؟ امال مش هيجي لك دياجنوز بس، لا، هيجي لك كله على بعض. طيب، اتفقنا سؤال مانجمنت اوف بريدنج بيبتيك ألسر، هتجاوب السؤال ده ازاي؟ ايام تكتب لي الطريقه المعتاده اللي هو بينج بيكشر وانفستيجيشن وديفيشن نوز وتريتمنت هتنقص ولا لك امال لازم، وانا بقول اهو لازم تبدا اجابتك بايه؟ بص، سواء مانجمنت اوف بليدنج او مانجمنت اوف اكيوت بورفريتد بيبتيك ألسر، الاجابه بتاعتك لازم تبتدي كده ريسسيتيشن فيرست زين دياجنوزس زين تريتمنت، الثلاثه لاين بتوعك. يبقى لو السؤال اسمه مانجمنت اوف بليدنج بيبتيك ألسر، هتبدا اجابتك بالريسسيتيشن الاول، لو ما بداتش بيها هتنقص ريسسيتيشن، بعد كده دياجنوزس اللي هو كلمه عن اثنين كفيكشر او مش عايز تكتبها، امال يهمني يا جماعه دياجنوزس باي ايه؟ انفستيجيشن اندوسكوبي، ده رقم واحد. خلاص، واياك تيجي في الانفستيجيشن اوف بليدنج بيبتيك ألسر تكتب لي رقم واحد اندوسكوبي ورقم اثنين بارير، غلط. البارير بيتكتب اخر حاجه، ولو ما كتبتهاش نص يستحسن انك ما تكتبش البارير اصلا. البارير هاز نو فاليو في البريدنج بيبتيك ألسر. امال ايه؟ رقم واحد اندوسكوب، رقم اثنين انجيو، رقم ثلاثه كروميوم 51 سكان. خلاص، يزيد السكان توس، بس رقم واحد اندوسكوب، رقم اثنين انجيو. افكرك بحاجه، افكرك بالبليدنج كولوم، بليدنج دايفرتيكولوسس كان ذا فيرست انفستيجيشن ايه؟ انا بس بجمع لك المنهج في دماغك عشان تبقى اخر السنه تلاقي مش مركز، في حاجات متقاله في الاول وحاجات متقاله في الاخر، ما تربطش كلام ببعضها. The first investigation في other GIT bleeding كان ايه؟
سكور، يعني واحد عنده سوشيال فيرست اند سكور، بليدنج بيرفكت اوتس اند سكور. طب تعالى اعكلهم كده، لما انتوا خدتوا بليدنج دايكوتيكلوزس كان الفيرست انفستيجيشن كان ايه؟ ما كانش كلو سكور، امال كان ايه؟ ما كانش. شفت بقى؟ جبت في الاور جي اي تي بليدنج ذا فيرست انفستيجيشن هو اند سكور، لور جي اي تي بليدنج ذا فيرست انفستيجيشن هو انجي. ليه؟ انت دخل بالكلو سكور من تحت. خلاص انت سيادتك دخل من كده في نافوره الدم جايه فوقيك، هتشوف حاجه؟ مش حاجه. كولونوسكوب مش هتشوف حاجه اصلا. ثانيا اسباب البليدنج بالكولون، الكولونوسكوب بتاعها مش دياجنوستيك، اللي هو الدايفوتيكلوزس مش دياجنوستيك، السطر مش دياجنوستيك. خلاص امال ذا فيرست انفستيجيشن هو مين؟ هو انجي. يبقى انا عكست ما بين ابر جي اي ولور جي اي. خلاص ابر جي اي فيرست اندوسكوب، السكند انجيو، اللور جي اي العكس، ذا فيرست هو الانجي. طيب يبقى مانجمنت اوف بليدنج كريبتيك انسر، ريسسيتيشن، سين دياجنوزس، كلمتين تحت كيكا بيكشر، كيماتيمسيس ومينينا وهايبوكلينيك، شوف اي كلمتين يجوا في دماغك. بعد كده الانفستيجيشن رقم واحد اندوسكوب ما تنساهوش. بعد كده التريتمنت بتاعك ايه؟ التريتمنت اما كونزرفاتيف اما انترفنشنال اما ايه؟ اما سيرفي. كونزرفاتيف انك تكمل الكونزرفاتيف، يعني تكمل الريسسيتيشن، بس هتزود البروتون بامب انهبيتور. انترفنشنال حاجه من اثنين، مش قلت لي اندوسكوب وانشيو؟ اهو باي اندوسكوب وباي انشيو. باي اندوسكوب خش واعمل كليبنج، دايسيرمي، اي حاجه هتبقى انسر. طب باي انشيو اعمل جين فوم امبولايزيشن. طب السيرجيكال تريتمنت، السيرجيكال تريتمنت هتيجي على السيرجيكال تريتمنت متقسمه عندك على حسب هو جود جنرال كونديشن ولا باد؟ يعني اتفقنا ان التقسيمه دي اللي عايز تكتبها يستحسن جود ولا باد، المقصود بيها عيان جود يستحمل، يستحمل ايه؟ ديفينيتيف تريتمنت. امال باد؟ لا بالياتيف. بالياتيف يعني هخش اتعامل مع بلاد بيزل فقط، هربط بلاد بيزل واسيب الالسر زي ما هي، ما المسهاش. خلاص كده ما المسهاش، بس ايه؟ هدخله في سكند سيت واعملها له تاني بعد كده. خلاص طب وبعدين بعد ما تكتب كلمه جود وباد، جود ديفينيتيف تريتمنت، لو ديو ها ولو جيو، لو ديو هعمل فاكوتومي، فاكوتومي زائد اتريكتومي وسبتوتال جاستريكتومي، جيو جاستريكتومي. خلاص والباب مقابل انك تعمل لايجيشن للبلاد فيزل، وبعدين تعمل ايه؟ تعالى على دول كده يشرح. سيرجيكال تريتمنت يشرح يا جهوات، ما تكتبليش كلمه فاكوتومي وتجري زي العين. لا هو السؤال اسمه مانجمنت، ما هو ليه الاسئله بتيجي في الكومبليكيشن؟ ما عشان هو بيضلك على الصفين بحاجه واحده، بيضلك الكومبليكيشن وفي نفس الوقت غصب عنك لازم تشرح ايه؟ العمليات بس عناوين بقى، مفيش تفاصيل، يعني فاجوتومي انواع 1 2 3 4 تايبس اوف بايلود باست 1 2 خلاص السبتوتال جاستريكتومي بقطع كذا بوصل كذا، يعني باختصار شديد هنا بقى ما تكتبليش الكومبليكيشن اوف جاستريكتومي، ما تتكتبش هنا خلاص ما تكتبليش الكومبليكيشن اوف جاستريكتومي. يبقى خد بالك الحاجات دي ايه؟ لازم تتشرح في الامتحان. طيب ده بليدنج ريبتيك السر. سهل مفيش في حاجه، بس هي الفكره كلها طريقه الاجابه ازاي؟ طريقه الاجابه. وعلى فكره الدايجرام ده مش بتشبهوا عليه. خدناه فين الدايجرام ده؟ نفس الدايجرام ده كده. السؤال اللي بيجي لي في الامتحان اللي جاله السنه اللي فاتت صح بليدنج فيرسز. برضه لو جالي سؤال في الامتحان مانجمنت اوف بليدنج فيرسز، اول حاجه لازم نبدا بيها الريسستيشن. خلاص زي ما خدته برضه في الاعتاد دايجرام ده، على فكره ما تقول بالظبط عندك في البليدنج فيرسز. هنعرض القصه كده ان شاء الله. طيب البوفريتيف بيبتيك ألسر سيادتك وانت بتذاكر البوفريتيف برضه السؤال اسمه مانجمنت، عشان يعني ايه تريح دماغك. لا يا حمام من الاول انا هذاكر مانجمنت بس، مانجمنت ده يعني ايه؟ يعني الميتيولوجي مش هذاكره، باثولوجي مش هذاكره، انا دايت مذاكرتي من الاول كيكا فيكشن. اللي هو الباثولوجيكال ستيج ده لا تبقى للفهم بس وخلاص، امال بدايه مذاكرتي اهو انت عندك اكيوت وصاب اكيوت وكرونيك زي ما اتفقنا، اما يجي بوفريشن كله على بعضه او يجي لي ايه؟ اكيوت بوفريشن، صاب اكيوت مش هتيجي، كرونيك مش هتيجي. لوحدها ده بالتالي الصاب اكيوت هذاكرها كلمتين والكرونيك هذاكرها كلمتين، امال هذاكرها بالتفصيل يا مين؟ الاكيوت والبيت الدكتور خالص كده هذاكرها بالتفصيل، بس بالتفصيل من ايه برضه؟ مانجمنت بس. مانجمنت يعني مش هذاكر لا ايديولوجي ولا باثولوجي، انا على طول بدايه مذاكرتي من اول الكلينيكال بيكشر
خلاص والانفستيجيشن وفي اعتقد ايه جابتش عندك ثلاث مراحل كلام سهل مش هنقعد ليش لو ناجح في كتير وبرضه هنا خد بالك السيرجيكال تريتمنت متقسمه عندك تريتمنت خلاص التريتمنت بتاعك السيرجيكال تريتمنت هنا طبعا ذا اونلي لاين هو سيرجيكال عارف في بوتنايتس يبقى لازم تفتح خلاص هتفتح برضه متقسمه عندك بوت ولا بات بوت ولا بات بات هتعمل ايه؟ هتقفل الالسر هتقفلها ازاي؟ يعني انت عندك الالسر مفتوحه اهي هتقفلها ازاي؟ زي ما اتفقنا ان انا هجيب كومنتم الكومنتم ده الكومنتم ده هلفه كده اهو جاي لازقه على مين؟ على الالسر اياك تاخد غرز اياك تخيط تخيط الالسر مش هتخيط معاك فلايبل فتشه ويشه يبقى لازم تعمل حاجه اسمها ايه؟ كومنتال باتش كومنتال باتش يعني هات باتش من كومنتم واقفل بيها الايه؟ الخوم بتاعك بس خد بالك لازم تكتب ان قبل ما اغطي الجي يو لازم ناخد ايه؟ بايوبس امال الدي يو مش شرط تاخد بايوبس ليه؟ لان الجي يو هي اللي كانت تعمل كوماليتس يبقى ما تنساش كلمه بايوبسي دي لازم تتكتب في الامتحان قبل ما اغطي الجي يو لازم اخد بايوبسي خلاص ده لو ايه فاريتيف فاريتيف يعني باد جنرال كونديشن انا ما عليكش خالص انا غطيتها بس لسه هدخله بعد كده وعالجه امال لو جد هعمل ديفينيتيف تريتمنت ديفينيتيف تريتمنت وتشرح العمليات برضه ما تكتبليش عيانه فاجوتهم وتجري لا لازم تشرح لي عمليات تاني ده الاكيوت بوفريشن سب اكيوت اقرا كلمتين ما تحزنش فيها قوي اللي هي بتساوي ابسس والكرونيك اللي هي بتساوي ايه؟ فيستولا واعتقد الكلام اللي تحت منهم مش منه مشكله. نعم لو سؤال اسمه مانجمنت اوف اكيوت بوفريشن بيرفكت انسر هبدا بقيس السيشن برضه انا قلت في الاول لو سؤال اسمه مانجمنت اوف اكيوت بوفريت السؤال ده اهو مانجمنت اوف اكيوت بوفريت بيرفكت انسر انا هبدا بالايه؟ بالريسستيشن فاحنا اتفقنا سواء بليدي او اكيوت بوفريشن السؤالين دول انا هبدا بالريسستيشن. نعم؟ ليه؟ لان السؤال اسمه مانجمنت عيان جاي لي في الطوارئ ببوندلايتس عيان جاي لي في الطوارئ بهيماتيمسيس ومينينا اول حاجه تعملها له ايه؟ يعني سؤال المانجمنت بتاع ايمرجنسي ده خلصت الكلام في الامتحان غير سؤال مانجمنت بتاع عيان عادي عيان قام جالك في العياده الخارجيه عيان قام جالك مانجمنت اوف بيرفكت انسر عادي اهي يبقى انا هكتب ايه؟ لا لسه هاخد ودي مع العيان كلينيكال بيكشر عادي واشوف هحطه له انفستيجيشن امال عيان جالك في الطوارئ بهيماتيمسيس ومنين؟ هقعد اقول له انت بتشتكي منين؟ وهو عمال يرجع قدامي انت بتشتكي من ايه؟ يا عم انا برجع طب قول لي بس قول لي يعني انت بتتعالج من حاجه؟ لا انت اول حاجه بنعملها ايه؟ في سستيشن فيرست بعد كده بتاع ايه؟ قول الكلام اللي انا بتكلم عليه خلاص في دكاتره كتير وقفت صحه شايفين ايه الهبل ده؟ هم الطلبه متعودين على اي بي سي بتاع ثانويه عامه ولا لا؟ الكلام ده مهم على فكره اللي بسمع لك كومنتات دي وهم بيصححوا يقول لك ايه الهبل ده؟ ايه خطه الدروس وسننا الطلبه حافظه ما هياش فاهمه مانجمنت يا جماعه بتلعب بالايدنج لازم نبدا بالريسستيشن والسنه اللي فاتت الدكتور عادل دخل لهم وقال لهم يا جماعه لما يجي لكم بليدنج فيرس مانجمنت وبليدنج فيرس لو سمحت ابدا بالريسستيشن نبدا عليه وبرضه طلبه مصممه ان هي تغلط نفس الغباء وبرضه وهم بيصححوا نفس الكومنت يا جدعان فين الريسستيشن في الاول؟ فخد بالك مانجمنت الامرجنسي غير مانجمنت العام قاضي مانجمنت الامرجنسي لازم اول حاجه اكتب ايه؟ ريسستيشن سواء بقى مانجمنت البليدنج مانجمنت البروتونايتس مانجمنت اي حاجه خلاص اي حاجه فيها امرجنسي هكتب ريسستيشن فيرست بعد كده اكتب اللي انت حافظه بقى اللي هو بيكا بيكشر انفستيجيشن وتريتمنت العادي يعني كل اللي انا بقول له مطلوب منك هات لي ريسستيشن مكتوب عندك في التريتمنت حطه فين؟ حطه في الاول بس وخلاص وكمل اجابتك عادي خلاص ده كده ليه؟ البوفريشن البايوتيك ستينوزس برضه مفيش فيه حاجه زي ما مكتوب عندك ده مفيش فيه يعني مفيش فيه مشاكل في كانسر ستومك على فكره كانسر ستومك من اقل الاسئله اللي جت في امتحانات في الاستومك على فكره يعني مش كتيرة قوي مش كتيرة مش كتيرة زي الجبت الكانسر بس هي مهمة متوقعة السنة دي اه تجي لك السنة دي ما تجيلكش ليه؟ خلاص كانسر ستوما زي ما انت فاهم اي كانسر هما سؤالين اللي بيجوا لي في الامتحانات يا باثولوجي يا ايه؟ يا مانجر دول السؤالين اللي بيجوا لي في الامتحانات مش هيجي لك ديسكاس هو باثولوجي او مانجر باثولوجي او مانجر خلاص باثولوجي زي ما اتفقنا كام عنوان؟ 10 عناوين خلاص احنا متفقين عليهم حفظناهم سواء انسلكس ايديولوجي سايت نيك اي مايكروسكوبيك اكزامينشن جريدنج ديسبريت ديستيجنج البروتوسيس اند كوميونيكيشن دول 10 عناوين وقلت لك كنت بتذاكر الاستومك خد
بس كلمتين كده انا كتبتهم لك وانا بشرح قلت لك ايه جنبها كده لا تنسى يهبل حاجتين وانت بتجاوب البصوئش وانت بتجاوب البصوئش كلمتين في ودانك ما تنساهمش الكلمه الاولانيه ديفيوز جاستريك كارسينوما الاورجن الوحيد اللي في الجسم اللي بيجي فيه ديفيوز جاستريك كارسينوما هو الاستومك مش الاسوفيتس ولا الكول ولا بنكرياس ولا حاجه ثانيه هو الاستومك اللي هو من الاخر تيومر يجي لك برايمر في الاستومك كله مش تيومر يبتدي هنا ويكمل لا الاستومك كلها مره واحده قلبت ديفيوز جاستريك كارسينوما هتلاقيها بقى متقال عندك في الانستنس من اول انس او السايت يعني نسبتها قد ايه في الليك دايموند قال في الميكروسكوبيك اكزاميشن متقال في الستيجنج متقال في البروجنوزس متقال هتلاقي كل حته هتلاقي كلمه ايه ديفيوز جاستريك كارسينوما ديفيوز جاستريك كارسينوما ديفيوز تيومر خلاص في الليك دايموند قال داينامكس بلاستيك اي كلام مصطلح بتاعها بقى يبقى ما تنساش كلمه ايه ديفيوز جاستريك كارسينوما طيب ما تنساش حاجه ثانيه راي اليابانيين احنا السكيما بتاعتنا بتقول حاجه اليابانيين بيقولوا حاجه ثانيه في الاستومر لان اكتر ناس عندهم ايه كانسر استومر راي اليابانيين في ايه في النيت ذا اي والميكروسكوبيك تريتمنت والميكروسكوبيك اكزامينشن في عندك التريتمنت انا شطاب انا مش بسمع قوي يعني من الاخر راي اليابانيين في النيت ذا اي والميكروسكوبيك انت عارف لو حطيت الاثنين دول في ودانك هات الكانسر وصوت ده سكتبه وزود عليه كلمتين دول هيطلع كانسر اصلا ازاي يعني ايه تقول بقى الانستنس خلاص نخلص في اليابانيين الايتيولوجي بريديسبوزنج وبري كانسر ستيجن بريديسبوزنج زي الكسوفيتاس بالظبط شوف انا عندك قلت لكم زي الكسوفيتاس بري كانسر ستيجن وبعد كده بص الباقي بقى بيرت الالسر بص جاستريتوم اي حاجه خلاص السايت متقسمة عندك زي مصر كل سايت هو مين؟ هو الفيلورس خلاص 60 30 5 بس ما تنساش ان الانسيدنس اوف ديفيوز جاستريك كارسينوما كام؟ 5% طيب النيك ده اي النيك ده اي يا جماعه السكيما بتاعتي اللي انا خدتها في الاوسوفيتاس ماس او السر او ستريتش تمام ولكن راي اليابانيين ايه؟ لا انا مش هقسم الاستومك كده بالنيك ده اي امال انا هقسمها ازاي؟ هقسمها كده اهو ايرلي وليت خلاص ايرلي المقصود بيها ميوكوزا صاب ميوكوزا ليت المقصود بيها الماسكلوزا وكلام ايرلي نسبتها 5% ليت 95% ايرلي بتتقسم لحاجه اسمها جابانيز اندوسكوبيك سوسايتي كلاسيفيكيشن امال الليت بتتقسم بحاجه اسمها فورمان كلاسيفيكيشن حط المقارنه دي في دماغك واحدة جابانيز اسم الكلاسيفيكيشن بتاعتها جابانيز سوسايتي اندوسكوبيك كلاسيفيكيشن الثانية اسمها بورمان كلاسيفيكيشن خلاص الايرلي متقسمة لثلاث أنواع تايب 1 وتايب 2 وتايب 3 الليت متقسمة لأربع أنواع يبقى أنا بقسم للنيك ده أي أنا متعود النيك ده أي إيه؟ ماس وألسر وستريكشن صح؟ الكلام ده خدته في الأسوفيتاس خدته في الكولون وفي الأسطومك برضه دي التقسيمة العادية بتاعتي ولكن اليابانيين يقول لك لا ما بنقسمش الأسطومك كده ليه؟ لان الشعب الياباني بيعملوا سكريننج للاستومك بيجيبوا الاطفال ويجيبوا الناس كلها بيعملوا لها اندوسكوب يكتشفوا ان في 5% ايرلي اسيمتوماتيك يعني و95% اللي هم الايه؟ اسيمتوماتيك خلاص ده فكره تقسيم النيك ده اي لايرلي وليه؟ طيب الميكروسكوبيك اكزامينشن برضه السكيما بتاعتي زي ما خدتها في الاوسوبيتاس ها يا ادم يا سكويمس يا ازر امال اليابانيين لا رايهم حاجه ثانيه خالص اللي هي اسمها بايو كلاسيفيكيشن دايو كفايه قوي في الامتحان تكتب لي الدي يعني ديفيوز والاي يعني انتستاينال والاو يعني ازرز عايز تدي اكزامبلز مش عايز توص وكده اللي عندك في الكتاب الشطب اللي هو الفرق بين ديفيوز وانتستاينال دايو خلاص يبقى كل اللي عايزك تعرفه هو كلمه ديفيوز وكلمه انتستاينال دايو بس طيب الجريدنج زي اي جريدنج السبريد زي الاسوفيتاس بالظبط الستيجنج اللي هو التي ان ام خد بالك هنا في التي ان ام حاجه الان مختلف الان يا جماعه بتاعه الاسطومه بتتحفظ الان بتاعه الاسطومه بتتحفظ لان دي الان الوحيده اللي عندك في جي اي تي كله متقسمه اكوردنج تو ذا نمبر اوف لينف نود يعني نمبر اوف بوست لينف نود فلو سمحت الان بتاعه الستيجنج بتتحفظ بعد كده البروجنوزس ده باد بروجنوزس والكومبليكيشن زي اي كومبليكيشن يبقى السكيما بتاعتي واحده يا دوبك الحاجات الجديدة عندي هي كلمة ديفيوز جاستريك كارسينوما ورأي اليابانيين في النيك دو اي والمايكروسكوب. طيب المانجمنت
زي ما اتفقنا المانجمنت فيها بريكشر وانفستيجيشن خلاص وديفينشن دايجنوستس. اعتقد كله مفيش مشكله الا تريتمنت. وعلى فكره تريتمنت اوف كارسينوما اوف سيستوما ده سؤال واحد على فكره بس. تريتمنت ده سؤال واحد قبل كده زي ما اتفقنا لما يجي لك تريتمنت اوف كانسر سيستوما ابوس ايدك ما تنساش كلمه ايه؟ اوبرابل وان اوبرابل. ما تنساش كلمه ان اوبرابل، ما تتدفش على طول على الاوبرابل. كلكم بتتدفوا على الاوبرابل، لا ما تنساش كلمه ان اوبرابل. طيب اوبرابل تيومر اكوردنج تو ذا سايت اهو. تيومر هنا ولا هنا ولا هنا. ثلاث اماكن دول. خلاص؟ جميل، تعالى بقى لو تيومر نبدا بايه؟ هنا في لاب. لو تيومر هنا في الكارديا او في البنكس هتعمل ايه؟ هتعمل راديكال بروكسيمال اوسوفاجو جاستريك. ولو تيومر هنا راديكال سبتوتال جاستريك. ولو تيومر هنا راديكال توتال جاستريك. ثلاثة سايتس بثلاث كلمات. ثلاث كلمات. أهو. تيومر هنا ولا هنا ولا هنا؟ تيومر هنا راديكال. لو تلاحظ إن راديكال دي كله بروكسيمال أوسوفاجو جاستريك. ترجم الكلام. بروكسيمال أوسوفاجو جاستريك خدتها فين؟ أوسوفاجس. بس يبقى تشرح من أوسوفاجس. دي كده تشرح من أوسوفاجس. أمال كلمة راديكال يعني إيه؟ قلنا راديكال في الاستمر بتساوي لينفادينيكتومي. جميل، اللي هي بتساوي ايه في الاستومك؟ اوضح حاجات. اللي هي بنسميها التحابيش بتاعت الاستومك انا قلتها في الاسوفيجس. اللي هي اهي في جنب كده راديكال بيساوي يساوي ايه؟ ليس اومنتا جريتر اومنتا اسبلينكتومي تيل بانكيرياتيكتومي. يبقى كلمه راديكال معناها ان انا بشيل اوضح حاجات. بشيل الليس اومنتا والجريتر اومنتا والسكرين والديرو بنكرياس. ليه يا ابني؟ ردها في كلمه واحده فوق ليمفا دينيك. لان الليمف نود بتاعت الاستومك امبيدد في الحاجات دي فانا بشيلها معايا. طب واحد يقول لي يا دكتور عادل في بيبت الالسر انت لسه قايل من شويه التوتال جاستريكتومي كانت اتشهر صح؟ هات كلمه تاني كانت توتال جاستريكتومي في بيبت الالسر مش انا لسه قايل من شويه لو جالك تريتمنت وجي يو انا بشرح التوتال جاستريكتومي هنا. واحد يقول لي يعني اكتب لسه وجريطه وسكرين وكيلو بكتيرياس؟ لا لا راديكال ده في الكانسر بس. يعني لما تيجي تقول لي توتال جاستريكتوم في بيبت الكانسر ايه الفرق بينها وبين التوتال جاستريكتوم في كانسر استومك؟ ايه الفرق في كلمه راديكال؟ في كلمه توضح حاجات دول. يعني لو بتشيل الاستومك عشان بيبت الكانسر يبقى انت هتسيب اللسه والجريطه والسكرين وكيلو بكتيرياس مش هتشيلها. امال لو بتشيل الاستومك عشان كانسر انت هتشيل اوضح حاجات دول. يبقى كلمه راديكال اللي هتلاقيها لازقه في كل اهو في جميع انواع الجاستريكتومي كلمه راديكال في الاستومك بيساوي ان انا اشيل اربع حاجات. تحفظها كده. خلاص يبقى ترجم بقى الكلام. ها قول انت بقى خلاص انا فسرت لك اهو. راديكال بروكسيمال اوسوفاجو جاستريكتومي. ها بروكسيمال اوسوفاجو جاستريكتومي خدتها من الاوسوفيجس اللي هي كانت 5 سم من الاوسوفيجس و3 اكماس للاستومك. خلاص كلمه راديكال يعني اربع حاجات. اوصل ازاي يا ابني؟ كاست البوب اب زي ما خدتها في الاوسوفيجس. طيب تعالى هنا راديكال سبتوتال جاستريكتومي. سبتوتال جاستريكتومي هتعمل ايه؟ لسه قايلها في البيبتيك الزر تتشرح زي ما مشروحها في البيبتيك الزر بالظبط. مش مشروحه عندك. مش مشروحه عندك لان هي انا معتمد على ان هي المفروض مشروحه لايه؟ في البيبتيك الزر. يعني انت في الامتحان هتكتب 85% ريموفال اللي هي الدمارك بتاعتك الريكونستراكشن موديفيكيشن. كاني بشرح بيبتيك الزر بالظبط. هنا هزود عليها كلمه ايه؟ كلمه راديكال اللي انا بشيل ايه؟ بشيل الاربع حاجات دول. خلاص؟ ما ايه هي الحاجات اللي بتتشال 85% من الاستومك زائد الاربع حاجات. طيب راديكال توتال جاستريك. راديكال توتال خلاص توتال جاستريك بشيل الاستومك كلها راديكال الاربع حاجات دول. الحاجه الوحيده اللي جديده عندك ازاي تعمل ريكونستراكشن افتر بس. يعني بص الرسمه ده اهي تبص عليها كده اهو وبعد كده تبص على الريكونستراكشن عشان بس يبقى خلاصه التريتمنت اوف كانسر استومك. انت بتقعد تقرا كتير وتذاكر كتير ويخلص لك ثلاث كلمات. طب تعالى على الريكونستراكشن لقيتهم معقدين كده. قلت لك عندك صفحه كده ريكونستراكشن افتر توتال جاستريكتومي قلت لك انت في الامتحان بتكتبها في ايه؟ في صفحه واحده.
الصوف كده اهو وادي الديود اللي ورا. انت شلت الاسطومه كلها ازاي تعمل ايه في الاسطوانه؟ اتفقنا زمان كانوا بيعملوا حاجه اسمها انتربوزيشن للوب اوف جيجرم او انتربوزيشن للوب اوف كونش. تجيب لوب اوف جيجرم ولوب اوف كونش جاي حط معلش بتتعب اهو خلاص. طيب بدأوا يطوروا نفسهم وقال لك طب بص ايه الديودرم كده وتعالى اعمل اسوفاجو جوجنوستيك. اسوفاجو جوجنوستيك قلت لك العمليه اللي قدامك دي مشكلتها ثلاث حاجات. ايه هما الثلاث حاجات دول؟ رقم واحد الريفلكس، ان البايل ده هو يجي كده 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 ويقوم راجع على مين؟ على الاسوفاجس. ده رقم واحد. رقم اثنين الاف انتلوب سندروم، ان الاكل ممكن يخش لك هنا ويحصل له استغنيشن. رقم ثلاثه نو ريزرفوار، مفيش ريزرفوار بتاع الاسطوانه. بداوا يحلوا المشكله دي، يحلوها ازاي؟ قال لك طب بص يا سيدي انت عملت خلاص اسوفاجو جينوستومي، تعالى وصل الاف انت من هنا، وصل ده بدل وصل ده اللي هي اسمها عندك راوند بوسيتو. راوند اللي هو بعد ما عملت اسوفاجو جينوستومي عملت سايت تو سايت جوجنوس جينوستومي. كلمه سايت تو سايت جوجنوس جينوستومي يعني وصلت الاف انت من ايه؟ من الهيب. ده حل انهي مشكله يا جماعه؟ الباي بس صح؟ الباي هيجي كده. طب حل مشكله الاكل؟ لا. حل مشكله الريزرفوار؟ لا ما عادش بتتعمل. طيب جميل اهو ارجع تاني. يبقى ده اول واحد اسمه ايه؟ راوند بوسيتو. رقم اثنين في واحد اسمه رو شوكس رو، ده اسم عالم. عمل ايه؟ قال لك بص يا سيدي تعالى اقطع كده. بعد ما انت عملت تعالى اقطع اقطع الهد قطعت اهو واقفل دي خالص وهد اهو الزرع هنا كده. يعني وصل الاف اند بالاف اند بس المره دي وصلتها اند تو ايه؟ اند تو سايد وقفلت دي خالص. انت عملت ايه يا عم الحاج؟ اولا ما عادش فيه فلكس لان الباي هيجي كده 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 خلاص هو هيطلع لحد هنا. وفي نفس الوقت الاكل له سكه واحده، يبقى انت صلحت لي الايه؟ الفلكس وصلحت لي الاف ان فلو. ده اسمه ايه؟ اسمه رو ان واي. خد بالك رو ان ده اسم عالي كله على بعضه كده رو وان هو ده اسمه اسمه كده رو ان خلاص رو ان واي واي حرف واي اهو. يبقى رو ان واي كان الهدف منها ان هي تصلح لي مين؟ الريفلكس ومين؟ الاف الاثنين مع بعض. صلحت انا دول باقي لي مشكله اللي هي مين؟ الريزرفوار. جه العالم الثالث رقم ثلاثه اسمه هانت لورانس. عمل حاجه اسمها هانت لورانس باوتش. باوتش زي ما خدنا باوتش في الاسطومه، خدت باوتش في البلادر، خدت باوتش في الريكتوم. صح؟ ما علينا اسماء الباوتشات ايه؟ يعني الاستومك اسمه هانت لورانس ويا ريت ده اللي يتحفظ. في عندك في الريكتوم اسمه الم بارك، في عندك توكس باوتش، في عندك يعني باوتشات كتير عندك في المنهج، بس اهم باوتش فيهم ده ده ما يتنساش اسمه هانت لورانس باوتش. ده عمل ايه؟ اهو جاب الحته ده اهي كده هطولها شويه خلاص وقام ضامن ده على بعض كده. يعني عمل يو شيب كده وقام فاتحهم ايه؟ على بعض. وقام موصل بصوره الاسم. يعني المنظر الاخير بتاعي ده خلاص يعني عمل يو شيب وقام راح ايه فتحهم على بعض. يبقى انا عملت ايه يا جماعه؟ عملت بقى بس كده يو شيب وانت منصف. ده المنظر الاخير اللي عايزك توصل له. ده المنظر الاخير اللي انت سيادتك ممكن تكتبه في الامتحان في سطر واحد. قلت لك الريجون ستراكشر افتر توتال جاستيك اللي بتقعد تلد وتعجب فيها. انت بوزيشن لكذا، لا ما اعرفش بعمل اسوفاجو جينوستومي، لا جراوند بروسيدو، لا ما اعرفش ايه، واحنا في الاخر بنعمل رو اون واي ويز هانت لورانس باوتش فورميشن. اوبن واي وسوفاجو جينوستومي ويز هانت لورانس باوتش فورميشن. تبقى فاهم الرسمه دي؟ دي اصلا رسمه مش موجوده عندك. خلاص؟ ده اللي ايه؟ ريكونستراكشن افتر توتال هيستوري. تعمل ريكونستراكشن ده كده بكانسر ستومك اللي هي اوبر ما فيش منه مشكله. الديفنشال دايجنوزيس، هتذاكر الديفنشال دايجنوزيس بتاعت الجاستريك اوتر كونستراكشن بس. بص يا جماعه الجدول اللي عندك بتاع الفايرز ديت اللي هو صفحه 96 ما عادش له لازمه بقى خلاص. اللي هو ليمت نوت طاير ما عادش له لازمه. ليه ما عادش له لازمه؟ لان انت جبته في الامتحان في الاربع كلمات.
اللي هو قصه منتم وبيضه ومنتم وسبرينت وتبقى كده. خلاص شطبت وتعجل في كلام ملوش لازمه. طيب خلاص ما فيش لازمه في الامتحان. خلاص بعد كده الديفينشال دايجنوزز. الديفينشال دايجنوزز زي ما قلت لك ذاكر فالوت اوبستراكشن. خلاص الكومبليكيشن وكاستريكتومي. تعالى على الكاستريكتومي كده. تعالى على الكاستريكتومي. عندي صفحه العنوان اسمه كاستريكتومي. اول حاجه انديكيشن شافوا سائل بس بيتقال ايه الانديكيشن والكاستريكتومي؟ ايه التايبس والكاستريكتومي؟ السؤال ده مهم جدا يا جماعه. تايبس والكاستريكتومي ايه انواع الكاستريكتومي شافوا؟ شافوا كل ده شافوا بس. ايه انواع الكاستريكتومي اللي انت خدتها في الشطه؟ يبقى انديكيشن وتايبس والكاستريكتومي. ايه الانستموزس؟ لايرز اوف لوست في الجاستروجينوستومي كل ده شافوا. لايرز اوف لوست ان جاستروجينوستومي او لايرز اوف لوست ان انستموزس ده شافوا. يعني الصفحه الاولانيه دي لها صفحه 100 كلها شفوي. الصفحه اللي بعدها كومبليكيشن زي ما اتفقنا، اول حاجه عندك ديوينج اوبريشن قصده 1 2 3 4 بس. كلمه بالفوف تكنيك دي الشطر لحد الـ لحد الـ او الرسومات اللي عندك كل ده الشطر. يبقى انا عندي كومبليكيشن انفا اوبرتيف شوك هيموريج انجن امبوتر ديستراكشر ديفيكالت تو كلوجر اوف ستاف بس اربع كلمات. بعد كده البوست اوبراتيف ايمي وليد، ايمي على مين؟ الليد زي ما اتفقنا الحاجه الوحيده اللي هتقراها في السندرومز، واهم سندروم عندي الابسال الليد والايرلي دامبنج بس ده للشفوي مش للتحليلي. احنا اتفقنا كل ده عناوين لايه؟ عناوين للشفوي. عناوين للتحليل ولكن في الشفوي هقرا الايرلي والليد دامبنج فقط لا غير. عندك بقى موضوع اسمه ريفرنس اصلا بتشطب لحد الان. نعم؟ layers of clothes سمغ هنا كده وبعدين هو جاي سايب ايديا كده حصل ان البوس اتش ايه؟ لما على بعض هو جاي واخد لير ثانيه بس هنا المره دي ايه بقى؟ بخش من هنا واخد من هنا بخش من هنا واخد من هنا يعني باخد فول سيكونس يبقى من الاول كنت باخد ايه؟ ها؟ سي وماسكولا صح؟ بعد كده فول سيكونس كلمه فول سيكونس يعني سو اند سو يبقى الاول سي وماسكولا بوستيريو سي وماسكولا زين بوستيريو سو اند سو النت ريزلت بعد ما خيطت البوسيول بقى البوسيول عامل زي ايه؟ مقلوب بس مقلوب ليه؟ لجوه خد بالك ده اللي يومن صح ولا غلط؟ يبقى البوس اتش مقلوبين لجوه طب جميل خلصنا انا البوسيول اهو انا جاي على الانتيول بقى
نعكس. انا كنت بسي اول بدات بايه؟ سي ومسكولا وبعد كده سو اند سو، صح؟ اجي على تي اول اعكس. اعكس ازاي؟ اهو الاثنين اتش قدام اهو. هقوم جاي اعمل ايه؟ واخد فول سيكنس من هنا كده اهو، معديها من تحت من هنا، اهو واخد فول سيكنس من هنا كده. خدت فول سيكنس، فول سيكنس بفول سيكنس، يبقى سو اند سو. وبعدين هقوم جاي اعمل ايه بقى؟ واخد سي ومسكولا من النقطه دي، السي ومسكولا من النقطه دي. هاجي اخير هتلاقي الفول سيكنس عملوا ايه؟ قلبوا لجوه. يبقى خدت سي ومسكولا في سي ومسكولا، سي ومسكولا في سي ومسكولا، بقى البوس ايدج اخضرهم ايه؟ مقلوبين لجوه. يبقى ايه اللايرز دي؟ الترتيب. تيجي تخير جيجرم في جيجرم، كولوم في كولوم، ستومك في ستومك، ستومك في كولوم، اي حاجه. هتخيرها ازاي؟ اول حاجه عد معايا بقى كده، ها؟ بوستيريو، كلمه بوستيريو الاول، بوستيريو سي ومسكولا، زين؟ بوستيريو سو اند سو، بعد كده انتيريو سو اند سو، انتيريو سي ومسكولا، يعني من الاخر. سي ومسكولا من بره، ها؟ وسو اند سو من جوه. تلاقي يسألك في الشفوي ايه فايده السي ومسكولا يا ابني؟ عشان اعمل ايه؟ اقلب الاتش. ليه يا ابني لازم اقلب الاتش؟ عشان اقلل الانستنس اوف ليكج. اقلل الانستنس اوف ليكج ليه؟ لان سيادتك لو تخيل معايا كده، لو انت قلب الاتش بره، انت عندك اليوم مثلا نفترض ان اليوم اهو، وانت قلب الاتش بره كده خلاص، ببساطه شديده جدا ممكن الفلويد يجي لك من هنا ويقوم جاي خارج. امال لو قلبت انا الاتش جوه كده خلاص، خد بالك انت خيطتهم هنا كده لازقهم، صعب قوي ان ايه؟ ها؟ ان يحصل فلويد يخش ان بتوين اللاير. يبقى فايده السي وماسكولا سوتشر، سي وماسكولا من بره والسو عند السو جوه، سي وماسكولا هدفها ان انا اقلب الاتش، ليه يا ابني بتقلب الاتش؟ كله عشان اقلل انستنس اوف ايه؟ اوف الاتش. خلاص؟ يبقى ده اللايرز ايه؟ ده الاستومك. الايه؟ انديكيشن اوف جاسترو جلوستوم، يبقى اهوات اكتبوها، انا كنت مليتها في بس انديكيشن اوف جاسترو جلوستوم، عشان انا قلتها انا كاتبها كده سؤال. الاجابه بقى رقم واحد في الشفوي، في الشفوي تحليلي لا، تحليلي لا في الشفوي طبعا. اقول لك ايه الانديكيشن؟ ايه الفاليو اوف جاسترو جلوستوم؟ رقم واحد اكت از ا فيليج اوبريشن فور ديبت الالسر او فور فاغوتو. يبقى رقم واحد اكت از ا فيليج اوبريشن فور فاغوتو. رقم اثنين افتر سبتوتال جاستريكتومي، افتر سبتوتال جاستريكتومي بين قوسين كده بيلوس 2 مش بيلوس 2، انا كنت بعمل جاستر جونوستومي، يبقى ده رقم 2. رقم 3 باي باس اوبريشن، باي باس اوبريشن فور بايلوت اوبستراكشن. ايا كان البيولوجي اوبستراكشن بقى، ادفانسد كانسر ستومك، ايا كان البيولوجي اوبستراكشن بتاعك، انا بعمل باي باس بجاستر جونوستوم. في عندك انديكيشن ما عادش بيتقال، وانا بقول اهو ما عادش بيتقال، عشان لو مكتوب في حته او سمعته اياك تقوله. كان زمان من ضمن العمليات بتاعت الفيبتيك اكثر، وانا بقول لان ده مكتوب عندك في الام سي كيو في الكتاب، من ضمن العمليات بتاعت الفيبتيك اكثر زمان كانت ايه؟ هو سبب الدي يو يا جماعه؟ مش كان هايبر اسيديتي؟ اتش سي ال عالي، اتش سي ال عالي هنا يروح على الديدر يعمل انسر، كان زمان بقى عاملين ايه؟ جاستر جونوستو بس كده، بس مش فاجوتو بيساعد جاستر جونوستو، لا جاستر جونوستو فقط لا غير. ليه؟ عشان ياخد الاتش سي ال او يفوق زي سديودنا، فالانسر هتهيل ولا مش هتهيل؟ هتهيل، بس هجيب لي انسر فين؟ الجيش، صح؟ يبقى كان من ضمن العمليات زمان بتاعت الدي يو كان رقم واحد فاجوتو، رقم اثنين فاجوتو بيساعد انتريكتو، رقم ثلاثة سبتوتا اللي هو موضوع جاستر الجنوستوم، دي واحدها كده خلاص. دي لو سمعتها في حته او الدكتور قالها لك انساها، مكتوب عندك في الام سي كيو لاينز اوف تريتمنت اوف دي يو اول اوف ذا اباف اكسبت، ومن ضمنها جاستر الجنوستوم. اكسبت مين؟ جاستر الجنوستوم. مش بقول لك انساها، حتى مكتوب عندك في الام سي كيو اللي هي اوبسليت ناو اللي اصلا ما عادش بتتقال، ده كنت اديكيت انك تعمل جاستر الجنوستوم في دي يو وحدها خلاص كده، فاكسبت هي جاستر الجنوستوم. فيعني لو سمعتها يعني اشيلها من دماغ خالص. ده الانديكيشن اوف جاستر جونوستوم. في اي اسئله في الاستومر؟